معانا على التليفون دكتور محمد باغا، استاذ الاقتصاد بجامعه قناه السويس. اهلا بيك يا دكتور. الخير يا استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. يا مساء النور عليك يا دكتور. دكتور، اتفاق استثماري ضخم مهول، الكل كتب عنه، حتى بره التقارير الصحفية بتقول ده أكبر مشروع استثماري في تاريخ جمهورية مصر العربية وأكبر استثمار أجنبي مباشر وصل لنا. النهاردة الرئيس بيقول إحنا بنشتغل علشان عاوزين نحول المشروع ده أو نجعل من هذا المشروع أكبر مشروع سياحي في البحر المتوسط. كيف ترى هذا الحجم الاستثماري للمشروع، و إذا وصلنا لنقطة إن إحنا فعلا أكبر مشروع في البحر المتوسط عند طبعا انتهاء كافة المراحل؟ إحنا بنتكلم على أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر كما يجب أن يكون، إنه مستثمر ياخد القرار بدخول دولة بتاخد إجراءات اقتصادية وإصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. هذا المستثمر طبعا بيكون مطمن على فلوسه إلى حد ما، وبالتالي جزء كبير جدا من حل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة عندنا في الدولة المصرية أتصور أن هي في طريقها إلى الحل بعد اكتمال هذا المشروع. إحنا بنتحدث عن بقعة رائعة جدا يا أستاذ يوسف، وحضرتك أعلم بهذا الأمر. العفو يا فندم. وهي رأس الحكمة. هذه القطعة اللي ممكن تكون مهملة بقالها سنين طويلة جدا، هذه القطعة اللي موجودة في الساحل الشمالي الغربي، هذه القطعة اللي ممكن الاستثمار والتطوير فيها يؤدي فعلا زي ما سيادة الرئيس قال ممكن تكون أكبر مشروع سياحي في منطقة البحر المتوسط كله. حضرتك بتنافس دول واقعة على البحر المتوسط زي اليونان، زي تركيا، زي السياحة اللي ممكن تصل إلى دول. متوقع أنه عدد الوافدين السياحيين مبدئيا لهذه المنطقة بعد تطويرها يصل إلى حوالي 8 مليون سائح. طبعا ده بيؤدي إلى ارتفاع القيمة الإيرادية من السياحة وطبعا من العملة الصعبة. ده بيؤدي عندنا كمان الى تشغيل مباشر وغير مباشر لكثير من الصناعات والعماله اللي موجوده على الارض المصريه، وبالتالي ده خير كبير جدا قادم الى البلد حينما يكتمل هذا المشروع ان شاء الله على خير وسلام. باذن الله باذن الله. متوقع طبعا ان هذا المشروع يخلق يعني مئات الالاف ان لم تكن يعني اكثر من مليون ونص فرصه عمل، صح؟ بالتاكيد، لانه السياحه مورد ورافد مهم جدا للعملة الصعبة والدخل القومي. احنا بنتكلم على عمالة مباشرة هتشتغل، بنتكلم على عمالة غير مباشرة وصناعات هيتم تشغيلها بشكل كبير جدا لإقامة هذه المشروعات في مجالات وقطاعات مختلفة بالتأكيد. بإذن الله بإذن الله. أشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك. دكتور محمد باغا، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس.